وصل نجم المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم مهند علي تألقه في دور نجوم قطر مع فريق السيلية الذي قاده للفوز على فريق الدحيل بهدفين مقابل هدف. ونجح مهند علي في تسجيل هدف السابق للسيلية في الدقيقة 20 من المباراة، وكاد أن يضاعف تفوق السيلية في الدقيقة 38 لولا حارس الدحيل الذي أبعد تسديدته بصعوبة إلى ضربة ركنية سجل منها السنغالي كارا إمبوجي ثاني أهداف السيلية، في حين جاء هدف فريق الدحيل الوحيد بإمضاء اللاعب البرازيلي دودو. وفي مباراة أخرى عزز السد صدارته لدوري نجوم قطر لكرة القدم بعد فوزه بأربعة أهداف مقابل هدف على فريق الوكرة. سجل السد كل من حسن الهيدوس وعبد الكريم حسن وبغداد بونجاح وأكرم عفيف، في حين جاء هدف فريق الوكرة الوحيد من كرة أرسلها أكرم عفيف بطريق الخطأ في شباك فريقه. هذا ويتربع فريق السد على صدارة الدوري القطري ب 22 نقطة من 8 مباريات، بينما تراجع فريق الوكرة إلى المركز السابع في الترتيب برصيد 10 نقاط.